بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قناة الإرث النبوي على هذه الالتفاتة الطيبة وعلى حبهم للمشيدين، وبهذه المناسبة العظيمة أهديكم هذه الأبيات المباركة. وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أبارك لنفسي ولمن معي وللمسلمين جميعا هذا الشهر الكريم الذي ولد فيه صاحب الخلق العظيم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت ساعة ولادته عليه الصلاة والسلام مع شروق الشمس. شرقت شمس ذلك النهار فولد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها رسالة لأهل الأرض بأنه مع شروق تلك الشمس لذلك اليوم أشرقت شموس كثيرة، أشرقت شمس الهدى والتقى، أشرقت شمس البركات والنفحات، أشرقت شمس الأنوار والأسرار، أشرقت شمس الرحمة العظمى للعالمين جميعا صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أنا المنشد عبد الرحمن بوحبيلة من الجزائر، ومن خلال قناة الإرث النبوي الفضائية أزف لكم أحلى الأماني والتهاني بهذه المناسبة الطيبة المباركة، مناسبة ميلاد خير البرية محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على كل الأمة الإسلامية والعربية. يا ربي بالمصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم، صلوا على من به سدنا، صلوا على من به سدنا، على فصيح كذا عجم، صلوا على رسول الله.